بسم الله الرحمن الرحيم. يتبقى الديليت لو احنا كنا عملنا صفحة جديدة كده، ازاي هنتعامل مع الديليت؟ هي نفس الكلام، مفيش كلام زيادة هيتقال. تعال نبدأ نعمل هوب فورم من اول وجديدة. من خلاله هنبدأ نعمل عملية اللي احنا نبدأ ندلت عنصر برضه باستخدام الكود. فاحنا هنا هنبدأ نجيب بوتون، ادي البوتون اهو، عايزين البوتون دوت لما نيجي احنا نضغط عليه هيحذف لنا السجل اللي احنا لسه ضايفينه دلوقتي، اللي هو بتاع اللي هو الاي دي، الكاستمر اي دي بتاعه بيساوي اي اس اي. تعالى بقى نروح نجيب من الديفولت، هنجيب نفس الكود هو من البوتون. من هنا هناخد الكود ده كده كوبي، واللي انا اقصده من عملية الديليت ان عندك نفس الفانكشن اللي انت خدتها اللي هي بتاعت ادو، هتبقى هي برضو هي نفسها الديليت. ازاي؟ اللي هيختلف جملة السيلكت اللي احنا هنحطها، زي ما اتفقنا ان اكسكيوت نون كوي بتنفذ جمل الانسيت والابديت والديليت. فعندك نفس الفانكشن يعني نفس الفانكشن هتنفذ نفس الايه، نفس العمليه. فلو جينا هنا حطينا نفس الكلام ده كله كده، تمام، هنيجي الاول هنا نقول يوزنج سيستم دوت داتا، يوزنج تمام. هنيجي هنا نقول هنشيل بقى الكلام ده كله اللي هو الانسيت ده، هنشيل الكلام ده كله كده وهنبدأ نكتب جملة جديدة وهي جملة الايه، الديليت. فهنقول ايه، لو قلنا ديليت delete from اسم الجدول customer وقفنا حياتنا. لو وقفنا حياتنا يبقى كده الموضوع ايه، هيحذف كل السجلات الموجودة في الجدول. لكن لما نقول from، لما نقول هنا هو ونبدأ نحدد الشرط اللي احنا عايزينه، هنقول customer ID customer ID اهو، لما customer ID بيساوي نحطها ما بين single quotation بيساوي ايه، بيساوي ASA اللي احنا لسه ضايفينه حاليا دلوقتي. طبعا كده يبقى احنا ظبطنا الايه، ظبطنا جملة السيلكت. فاضل اللي انت تيجي تحط الجيت فيو بتاعتك بالمنظر ده، وتعالى نبدأ نشوف الكود فيه خطأ ولا لأ. اهو كود كده تمام الظبط. تعالى بقى ننفذ ونشوف.